هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فإن حياة المسلم مهمة جدا، يجب أن يغتنمها ولا تذهب عليه أيامه بدون فائدة. فإن الله خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأخبرنا بجزائه وأن المآل إلى جنة أو نار لا ثالث لهما. فيجب على الأبد أن يهتم لمستقبله الحقيقي الذي هو بعد هذه الحياة، فإن هذه الحياة حياة مع عمل واكتساب، وسريعاً ما يذهب ويترك ما خول له في هذه الدنيا وينتقل إلى مكان ضيق، ذراع 3 أذرع تقريباً، ويبقى فيه وحده ليس معه إلا عمله. إن كان خيراً طمأنه وأنسه وبشره، وإن كان شراً وبخه وعذبه، لأن الانتقال من هذه الدار إلى دار القبور حياة أخرى فيها جزاء، فهي أول الآخرة، فيها جزاء الأعمال. فإما أن يضيق عليه في حفرته حتى تختلف أضلاعه، وإما أن يفسح له مد البصر ويأتيه من نعيم الجنة وما فيها، ويبشر بكل خير وسعادة، أو بالعكس، نسأل الله السلامة. ثم إن المهم العمل، والعمل يجب أن يبنى على عقيدة سليمة صحيحة. وهذا الكتيب الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله هو على هذا الأساس، كتبه شيخ الإسلام رحمه الله ليكون عاماً لكل مسلم، وكثير من الناس لا يعرف قدره، والواجب أن يقرر على طلاب على أبناء المسلمين في مدارسهم ويحفظوه، لأنه هو أساس العقيدة، وسوف يسألون عنه. كل مسلم سوف يسأل عن مضمون هذا الكتيب، فيقال له: من تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ ما هي العبادة التي تتعبد بها؟ ومن الذي جاءك بها؟ سؤال، أسئلة محددة ولكنها مهمة، ولا يتيسر لكل إنسان أنه يجيب. الذي لا يتحلى بهذا الشيء ويعيشه
ويغتبط به قد يتلعثم، قد يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وهذه من المصائب أن يكون الدين تقليدا أو عادة. فإذا كان تقليدا أو عادة ما يستطيع أن يجيب، لا بد أن يعرفه عن يقين ويعمل به ويتحلى به ويغتبط به ويفرح به. وهذه نعمة كبرى للإنسان إذا عرف ربه وعبده وحده وتنزه من كل بدعة وضلالة تخالف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم المؤلف رحمه الله قدم لهذا الكتاب لمقدمات، قال أولا مقدمة الأولى سؤاله رب العالمين الرب الكريم رب العرش العظيم أن يتولى من يتعلم في الدنيا والآخرة، وهذا من النصح وزيادة الشفقة. يقول وأن يجعلك مباركا أينما كنت. المبارك أينما كان هو الذي إذا حل في مكان النفع ولا يقتصر نفعه على نفسه، فهو يدعو للطالب أن يكون كذلك. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن بها يشغل الوقت والقلب ويتحصل على الخير الكثير. ثم يقول اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشاد هو الهداية التي أمرنا الله جل وعلا بها، إن أمرنا أن نسألها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً. الإخلاص أن يكون العمل لله وحده، ما يكون فيه مقاصد أو مراعاة للناس أو طلب لحظوظ النفس وأمور الدنيا وما أشبه ذلك، يكون العمل خالصاً لله، وهذا هو التوحيد، ولا يقبل الله جل وعلا من عباده إلا هذا. وهذا هو ملة إبراهيم، يعني دينه ودين الأنبياء في هذا واحد لا يختلفون، كلهم جاءوا بالتوحيد. ولهذا تجد في دعواتهم في القرآن كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد بلغ أمته هذا وفهموه تماما، ولهذا يردون عليه يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا،
فهم يتعجبون أنه كيف يعبد الله وحده، ويكون هذا عندهم أمر خارج عن الوضع. ولهذا يقولون للنبيين ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. وليس لهم على هذا أي برهان أو دليل، إنما هو اتباع الآباء فقط، وجدنا آباءنا على أمة، هذه حجتهم. فالمقصود أن دين الرسل كلهم الذي جاءوا به في هذا هو الإخلاص وعبادة الله وحده. ولهذا يقول الحنيفية ملة إبراهيم هي ملة إبراهيم وملة الأنبياء كلهم، ولكن إبراهيم لتميزه بكونه خليل الرحمن أمرنا بالتأسي به، أن نتأسى به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معهم رسل الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن تعبد الله وحده مخلصاً، مخلصاً له العبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس. وخلقهم لها، يعني خلقهم لهذا الأمر، فمن امتثل وصارت عبادته لله وحده فليبشر، فهو الذي يقال له لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا خوف عليك مما تستقبله ولا تحزن على شيء تخلفه، فإنه ينسى كل شيء بالنعيم الذي بشر به. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة. ولهذا يقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقد كانوا يصومون ويتصدقون ويكلون الضيوف ويعملون أعمالا يتقربون به إلى الله، ولكنها باطلة لأنهم يعبدون معه غيره. فإذا عبد الإنسان مع ربه معبوداً من المخلوقات مهما كان فإن العمل كله مردود وكله باطل، وهذه لا تسمى عبادة شرعاً، وإن سمت عبادة في اللغة ولكنها في الشرع ليست عبادة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل عبادة بالقرآن فهي التوحيد، يعني الإخلاص لله جل وعلا، أخذ من هذه ونحوها. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا حدث في الطهارة فسدت الصلاة. قال الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هم ما قالوا بألسنتهم نشهد أن كفار، ولكن أعمالهم تشهد عليهم
بأنهم مشركون مجانبون لتوحيد الله وما جاءت به الرسل. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار إذا مات على هذا، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من الشرك وأنواعه خفية وجلية وكبيره وصغيره، لأنه أنواع كثيرة تخفى على كثير من الناس. يقول يخلص من هذه الشبكة، شبكة الشرك، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من قبلهم، ليس الذين قاتلهم فقط، كل المشركين مقرون أن الله هو الخالق المتصرف في الكون كله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك كما سيأتي إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا العبادة لله وحده حتى ينجوا. يعلمون أن المخلوقات كلها لا تجدي شيئا في ذلك الموطن ولا تنفع، ولهذا كانوا إذا ركبوا الفلك وعصفت بهم الريح، لأن السفن يومئذ ذلك الوقت تعتمد على الريح على الشراع، فيخلصون ويقولون ارموا بأصنامكم في البحر ما تنفعها، فيتخلصون منها فينجيهم الله، ولكنهم إذا نجوا عادوا إلى الشرك مرة أخرى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا خطاب المشركين، يعلمون هذا تماما، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك حجة عليهم بأنه يجب عليهم أن يخلصوا دينهم في كل وقت وفي كل آن. فهم مقرون أن الله جل وعلا خلقهم ورزقهم وهيأهم للعمل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخلق الذي هو فعل الله وحده لا يشاركه فيه أحد يكفي في وجوب عبادته، ويكفي دليلا على إقامة الحجة على الخلق كله. اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما في أحد ينازع في هذا أو يشك أنه هو الخالق وحده لكل المخلوقات، وأعظم المخلوقات المشاهدة السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن التكليف والأمر والنهي وجه إلى الإنسان، لأنه هو الذي خلقت له الجنة والنار، ما خلقت للبهائم
للجبال ولسائر المخلوقات، خلقت لابن آدم. ولهذا حكم الله جل وعلا بحكمه أنه لا يفنى، وإنما ينتقل من دار إلى أخرى حتى يستقر بالدار التي خلق لها. ما خلق لهذه الدنيا، ولكن هذه الدنيا جعلها الله جل وعلا محل عمل واختبار وابتلاء. فمن الناس من رضي بها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، كان يضرب أمثال له ولما جاء به. جاء عنه في الحديث أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. المفازة هي الأرض المهلكة التي لا مرعى فيها ولا ماء ولا أحد. والعرب يسمون الأشياء من باب التفاؤل بضد ما هو عليه، فيسمون مثل هذه مفازة، تفاؤلا بأن من سلكها يفوز بالنجاة بالسلامة. فقال: مثلي ومثلكم كقوم سلكوا مفازة، فلما صار الذي قطعوه ما يدرون هل هو أكثر أو أقل مما بقي منها، نفد ما معهم من زاد وماء ونفقت رواحلهم، يعني ماتت. ما الحيلة في مثل هذا؟ يقول: بينما هم كذلك اطلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى ننتظر الموت. قال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرى أتطيعونني؟ قالوا: ولا نعصي لك أمرا. قال: عهودكم. فأخذ ما شاء من عهود ثم صاح بهم، فطلع بهم على رياض خضراء ومياه روى، فما بينهم بينما هم كذلك صاح بهم مرة أخرى الأمة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض هي أحسن من هذه، وفياض ومياه أحسن من هذه وأعذب. فقال أكثرهم: ما وصلنا إلا هذا، ونحن نصدق أننا نعيش ولا نريد غير هذا. وأطاعه قلة منهم فنجا ونجا بهم، والباقي صبحهم العدو ما بين قتيل وأسير. هذا مثل مطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الدنيا، هذا مثلها، أكثر الناس يرضى بها. وأكثر الناس اليوم معرض عن الآخرة نهائيا، وراض بالدنيا بل عابد لها. ولهذا يجب على المسلم أن يشكر ربه ويغتبط بهذه النعمة الكبرى. اختارك الله من بين من في الأرض أن تكون مسلما تؤمن بما وعدك الله جل وعلا به. المقصود أن الخلق آية يجب أن تكون دليلا مستقلا كافيا في وجوب عبادة الله، كما قال في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور، يعلمون حقيقة أنه هو المتفرد بهذه الأمور. إذن لا حجة لهم في الإعراض عن عبادة الله جل وعلا. فالمقصود يعني أن هذا
يقول والدليل قوله قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السمع والبصر والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني أن الإقرار بكون الرب جل وعلا هو الخالق المتصرف في الكون كله لا يكفي، لا يكفي في النجاة من النار، لأن أكثر الناس على هذا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة والقربة إلى الله، وإلا نعرف أنهم ليس لهم مع الله شركة لا في الخلق ولا في التدبير ولا في غير ذلك، ولكن الذين ندعوهم ونتوجه إليهم إما لا ذنوب لهم مثل الحجارة والأشجار، أو أنهم مقربون عند الله مثل الملائكة والأنبياء والصالحين وما أشبه ذلك. فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المتفرد بكل تدبير وبكل أمر ونهي، غير أنهم تعلقوا بالشفاعة، زعموا أن هناك شفاعة تقع بدون إذن الله ورضاه، وهذا زعم باطل. ولهذا كثر ترداد هذا المعنى في كتاب الله وإبطاله. من ذا الذي يشفع إلى إذنه؟ كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. فهذا دين المشركين، أنهم يتقربون إلى الله بوساطة، يجعلون بينهم في الدعاء والطلب وساطة من المخلوقين تتوسط، قياسا على الواقع في حياتهم. إذا كان الإنسان له حاجة عند كبير من الناس لسلطة، يذهب إلى من هو قريب له أو صديق له قرب إليه ويقول توسط لي حتى تنجح، حتى ينجح طلبه. ومن لم يكن له ساطة بهذه الطريق قد لا يتحصل على طائل. فهم قاسوا رب العالمين الغني بذاته عن كل ما سواه على المخلوق الذي لا يدري ما وراء الحائط حتى يعلم، وقال فيه كذا وكذا. هذا من القياس الفاسد الباطل. فهذه لا تزال موجودة عند كثير من الناس. كثير من الناس يزعمون أن الأولياء أنهم هم المفتاح الذي يدخلون يدخلون من ورائه إلى مطلوبهم، وإن كانوا يصلون وقد يزكون وقد يدعون ويصومون، ولكنهم جعلوا وسائط بينهم وبين ربهم في الطلب والشفاعة، وقد يسمونه توسل ويقولون التوسل مطلوب وأن الله أمر به، وقد يسمونه محبة للصالحين أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد يزينها لهم الشيطان. والشفاعة كما هو معلوم شفاعتان: شفاعة باطلة التي تكون
بلا إذن الله ولا رضاه عن المشفوع، وشفاعة حق، وحقيقتها حقيقة الشفاعة إرادة الله جل وعلا أن يرحم المشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، ما في أكثر من هذا. يأمر الشافع ليشفع عندما يريد أن يرحم المشفوع له حتى يظهر كرامة الشافع ويرحم من شفع له، وإلا الأمر كله لله. ولهذا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرر هذا وبين، قل إذا طلب منه الشفاعة ما يذهب يشفع رأسا، بل يذهب ثم يسجد إذا رأى ربه سجد، وبقي ساجدا قدر أسبوع، ويفتح عليه الله جل وعلا من الثناء والمحامد يقول ما لا أحسنه الآن. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له: أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. الأمر كله لله، ولكن الله يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعة إكراما له، ويرحم من يشاء فيأمر أن يشفع فيه. فإذا حقيقة الشفاعة هي لله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: بل لله الشفاعة جميعا، كلها لله ما لعد. فإذا تعلق هؤلاء بالشفاعة تعلق باطل. قد يقول مثلا من يطلب الشفاعة من الخلق أن تنكر شفاعة الرسول، أقول لا، ما أنكرها، لا شفاعة الرسول ولا شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض ولا شفاعة الملائكة ولا غيره، ولكنها ما تقع إلا بعد أن يأمرهم الله بالشفاعة، ولا تقع إلا لمن يرضى الله عمله. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد هم الذين يسعدون بالشفاعة. أما الذين يتعلقون على المخلوقين فهذا يحول بينهم وبين الشفاعة، فهم يأتون بما يضاد الشفاعة تماما. يقول القاعدة الثالثة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أناس متفرقين عباداتهم شتى، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين مثل عيسى وعزير وأم عيسى مريم عليه السلام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وهذا كثير في العرب جدا، لأنهم يقولون الحجر والشجر ما له ذنب، نحن نطلب منه أن يتوسط لنا، أما نحن لنا ذنوب. يقول: قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولم يفرق بينهم، بين من يعبد الشجر ومن يعبد الملائكة والصالحين. والدليل قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، يعني حتى لا يوجد شرك، وتكون هنا تامة التي لا تتطلب اسم ولا خبر، حتى لا توجد فتنة، يعني لا يوجد شرك. هذه غاية ترك القتال، ويكون الدين كله لله، دين العبادة تكون كلها لله ليس لأحد يشهد. دلت الآية هذه على أن طلب الشفاعة أنها عبادة، أنها عبادة لمن يطلب منه، لأنها دعاء،
والدعاء من أفضل العبادة. ثم ذكر الشيخ دليل الأدلة على هذا كعادته، لأنه يرى أن علم هذه الأمور لا بد أن يقوم على الدليل، ولا يكفي فيه التقليد مهما كان. والدليل سهل، الدليل من كتاب الله أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي بدلة العقل كما يقول المتكلمون الذين جانبوا الهدى، حيث جعلوا العقول هي التي ترشد الناس وتدلهم على السلامة والنجاة من العذاب. ذكر يعني أن دليل يكونهم مثلا يعبدون الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إلى آخره. وكذلك قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذا في الصالحين الذين يعني عبدوهم. وكذلك الأشجار والأحجار، قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الثالثة الأخرى يعني المتأخرة، الحقيرة التي لا قيمة لها، بل الملعونة لأنها معبودة من دون الله جل وعلا. يقول بعدما ذكر الله جل وعلا أول السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يوم ذكر الوحي فقال: أرأيتم معبوداتكم هذه أوحت بشيء من هذه الأمور أو جاءتكم بنفع؟ ليس لها أي قيمة، بل هي مخلوقات تافهة لا قيمة لها، والذي يتعلق بها أهدر عقله وصار أسوأ حالا من البهائم ومن الكلاب، نسأل الله العافية. هذه القواعد التي الثلاث التي ذكر، أكملها القاعدة الرابعة. يقول: إن مشركي زماننا أسوأ شركا من المشركين السابقين، لأن المشركين في وقتنا في وقت الشيخ والآن يقولهم سخيفة، يقول: المشركين السابقين أحسن منها وأصفى منها، لأنهم يعرفون أنه ما ينفع في الشدائد إلا الله، فيخلصون الدعاء له، فيكون عندهم شيء من الإخلاص. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا العبادة لمن أشركوه ونسوا رب العالمين، فتجده يبكي عند القبر ويتضرع لأنه أصابه مرض، أصابه فقر، أصابه إعواز، أصابه ظلم وما أشبه ذلك، فيشكو إلى من هو رميم تحت التراب ما يستطيع أن يكتسب حسنة أو يمحو من سيئاته سيئة، يسأله ويفتقر إليه. أين العقل؟ أين العقول؟ هؤلاء ينفعون؟ لو كان حياً معك ما نفعك، فكيف إذا كان ميت؟ ولكن الشيطان يزين لهم أنه يعطى كذا وأنه، ثم يأتون بالمرائي وبالأمور التي يعتمدون عليها، إما مرائي مكذوبة أو حكايات أيضا كذلك مزورة، أو مراء من مراء الشيطان زينها لهم، ويتركون كتاب الله ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعوة الرسل كلها يتركونها. فإذا المشركين الكثير منهم اليوم هم أسوأ حالا من المشركين الذين أخبر الله جل وعلا أنهم في النار، لأنهم يزعمون أنهم مسلمين. ثم
انتقل إلى مقدمات الأصول الثلاثة. قل اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. علينا هنا الضمير علينا يعني عموم المسلمين، يجب عليهم تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، فهذا التعبير سيأتي تعبير على خلافه بعد ذلك. اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل. فهنا قال علينا لأن هذا دخل فيه المعلوم على العين الذي يجب على كل واحد أن يعلمه، ودخل فيه معلوم الذي يكون في الكفاية، أمور الكفايات، لأنه لا يجوز للأمة في عمومها أن يفوتها شيء مما جاء به الرسول، وليس هذا على كل فرد. الفرد ما يستطيع كل فرد، ولكن عموم الأمة يجب أن تكون مدركة لكل ما جاء به الرسول. فالخطاب هنا لعموم الأمة. اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة كلها أن لا يفوتها شيء منه، أن تعلمه بعمومها. والعلماء يختلفون، قد يعلم هذا شيء ما يعلمه الآخر، الآخر يعلم شيء ما يعلمه هذا. فأما الأفراد فلا، الأفراد يجب عليهم علم معين سيأتي. هذه الأولى. يقول وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بأن لا يفوت شيء. هذا العلم المقصود به. إذا ما هو علم الهندسة وعلم الهيئات وعلم الجغرافيا وعلم طبقات الأرض وما أشبه ذلك. العلم الذي جاء به الرسول، الرسول جاء بالعلم الذي هو يفيد ويعلم، مع أنه ما ترك من أمور الدنيا الشيء الذي نحتاجه إلا ويذكره لنا ويعلمنا إياه كما هو معلوم. يقول الثانية العمل به، العمل بالعلم، لأن العمل هو الثمرة والعلم وسيلة. وإذا تعلم الإنسان ولم يعلم صار عذابه أشد من الجاهل. فلا بد من العلم، العمل بالعلم. الثانية الدعوة إليه. فهل الدعوة لازمة لكل أحد؟ لا تلزم دعوة إليه، ولكن أول ما يجب أن يدعو نفسه ويجتهد في هذا، وكذلك ابنائه وأهله الأقرباء، ثم حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. أكل بشيء لا يستطيع في مثل هذا. فالدعوة إذا قام بها من يكفي سقطت عن البقية. الدعوة إلى العلم الذي هو عبادة الله جل وعلا. أما أن يعرض الناس كلهم فيكونوا آثمون كلهم، وإذا قام من يكفي سقط الإثم عن الجميع. التقصير يكون من جوانب في هذا. المسألة الرابعة الصبر على الأذى في الدعوة، في الدعوة والتعلم والتعليم، الصبر على الأذى. لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وإلى الحق، الحق عند كثير من الناس ما هو مقبول،
ولهم رائق لهم، لأن الحق فيه مرارة وفيه شيء من ما لا تميل إليه النفس ولا تريده، فلا بد أن يؤذى، لا بد أن يسمع الكلام الذي يكون نابيا، وقد يصل الأذى إلى الضرب أو إلى أكثر من هذا إلى القتل، حتى بعض كثير من الأنبياء قتلوا لأنهم يدعون إلى الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، هذا الذنب فقط، ما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله. فخدوا الأخدود يعني شقوق في الأرض، ووضعوا فيها النار، ووضعوا الكراسي يتفرجون على حريق المسلمين لأنهم آمنوا. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر في الدعوة إلى الله، ولا بد أن يكون الداعي بصيراً في دعوته، بصيراً في من يدعوه، بصيراً في الحال. كثير من الناس يفسد أكثر مما يصلح، تجد الشتم واللعن والتحقير وغير ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة يلقى الرجل ويقول: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال نعم تلا عليه من القرآن ما يتلو، وإن قال لا ترك. أول شيء يعني يعرض عرض: ألا تسمع مني؟ فمقصود أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريقة الرسل، ويجب أن يكون الإنسان متحلم بالصبر ويصبر، لأنه يدعو إلى الله، ما هو يدعو إلى دنيا أو إلى رئاسة أو ما أشبه ذلك. ثم يقول الدليل على هذه المسائل الأربع قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا يقسم بالمخلوقات التي هي دلائل على وحدانيته وعلى وجوده تعالى وتقدس، وله أن يقسم بما يشاء، أما نحن فلا يجوز أن نقسم إلا بالله وبصفة من صفاته. إن الله أمرنا بهذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعصر هو الليل والنهار لما فيه من العبر، ولأنه ظرف الأعمال، فهو دليل على وحدانية الله جل وعلا في الوجود وفي العبادة. إن الإنسان، الإنسان جنس دخل فيه كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، وهذا التعبير لفي يدل على خسارة تستمر، كل ما جاء زمن فالذي بعده أشد خسارة، إلى أن يستقر في جهنم نسأل الله العافية. وهل في خسارة أكبر من هذا؟ ثم استثنى الذين آمنوا. الإيمان هو الإقرار بما جاء به الرسول والعمل به وقبوله والارتباط به. الذين آمنوا ثم وعملوا الصالحات، العمل داخل في الإيمان، ولكنه أفرد للاعتناء به أنه لا بد من العمل. وآمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هي الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها ورضيها. ثم وتواصوا بالحق بلزومها، التواصي يكون في الأمور المهمة التي قد لا يستقل بها الإنسان، يحتاج إلى من يساعده عليها. فالمؤمنون هكذا، بعضهم يساعد بعض بالوصاية على التمسك
بالحق، لأن العوارض والأمور التي قد تكون في الطريق كثيرة وشديدة، فلا بد من المساعدة والتواصي. تواصل بالحق وتواصل بالصبر، كلاهما أمر مهم. الحق، لزوم الحق والصبر عليه، التواصي بهذا. هؤلاء هم الذين نجوا من بين الناس، أما سائر الناس فهم هالكون. يقول رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. المؤلف رحمه الله ذكر الكلام بالمعنى، هذا معنى، ولا كلام الشافعي ليس هذا نصه. كلام الشافعي يقول: لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا المعنى هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لا يختلف. هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء، مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء.